فورزي، النادي المجري، دينامو كييف، النادي الأوكراني، وين شأنك كيفاش اليوم الجولة الثانية بين هذ الناديين في الدور أبطال أوروبا، وإن شأنك كانت مباراة كانت شيقة، رغم أن كل نادي لعب بالإمكانيات تاعو، خاصة دينامو كييف الأوكراني اللي عنده شخصية كبيرة في شأنك كيفاش فيكتور في الدقيقة 28 عن طريق ضربة جزاء، شأنك كارلوس في الدقيقة 41، يعني الشوط الأول وين نقولوا دينامو كييف اللي سجل هدفين في الشوط الأول، شأنك تقليص النتيجة من جانب توكوماكا في الدقيقة 59، يعني نقولوا كانت المباراة اللي كانت شيقة. شنا دينيس من جانب النادي المجري، شنا جيريجو ماي عدنان، شنا كيفاش مارسيل سامويل دافيد إيهار أوسكاندر أزيل توكاماكا، يعني المسجل الهدف في الدقيقة 59. نقولوا بلي شنا دينامو كييف الأوكراني دينيس شنا كيفاش إيلال دانيس كارلوس أوسكاندر فيتلي مايكول فيكتور، يعني نقولوا كانت المباراة وين نقولوا بلي النادي المجري اللي دخل بخطة دفاعية، نقولوا 5-4-1، شنا دينامو كييف اللي لعب بخطة نقولوا خطة 4-3-3، يعني كان كل مدرب وكانت عنده نظرة، كل مدرب وكانت خاصة وين كان اللعب منحصر في وسط الميدان، واللعب اللي كان منحصر في وسط الميدان من نقولوا بلي صعب، وين شادنا كيفاش النادي المجري في الشوط الثاني وين تحرك وين لعب في الهجوم، لعب برما بكل ثقله، شادنا رجوع دينامو كييف وين قاعد يلعب غير الخطه تاعو ولعب خطه 4-1-4-1، يعني ولعب الكرات المرتده السريعه امام هذا النادي المجري اللي رمى بكل ثقله من اجل العوده في النتيجه والفوز في النتيجه. لكن شاهدنا كيفاش انتهت المباراه اللي كانت مثيره من ما بين هذا النادي المجري والنادي الاوكراني، يعني كانت المباراه في القمه حسب الامكانيات، لكن في المستطيل الاخضر شاهدنا اثاره كبيره واهداف، يعني اهداف في الشوط الاول، اهداف في الشوط الثاني. هذه هي الجوله الثانيه، فريكوم فروزي النادي المجري أمام دينامو كييف الأوكراني، شاهدنا كيفاش انتهت المباراة في الدور أبطال أوروبا.